يمشي بوقت هو الساعة هذه. من فوق تحط الكرة في السنتر يتنحى ستريس يتنحى كل شيء. مازالونا كان 90 دقيقة إن شاء الله باش نكونوا حاضرين فيهم باش نفرحوا الجمهور اللي ما جاش معنا لتونس إن شاء الله نكونوا في النهاية إن شاء الله. بعد 90 دقيقة كانت صعبة في لومبومباتشي الترجي الرياضي بخبرة كبيرة عرف كيفاش يختلع بطاقة ترشح نهائي رابطة الأبطال الإفريقية للمرة الثانية على التوالي ويواصل مغامرته من أجل التتويج بالتشامبيونز ليج بعد إنجاز العام الفارق. فينال الثاني هذايا في ظرف 6 شهور حاجه ما يعملوهاش الناس كلها حاجه باش تبقى لنا في التاريخ باش تبقى في البالماريس نتاعك ان شاء الله يا ربي نكملوها بتيتر اخر. الاولاد اليوم برشا قلب برشا رجوليه بقطع نظر الكره اللي خلوا اليوم جبدوا من القلب الاولاد ما ماهيش مع موضوع كره اليوم تبارك الله عليهم روح كبيره لعبوا بها. الترجي بنفس تشكيله مباراه الذهاب باستثناء تغيير وحيد انيس البدري ياخذ مكان حمد الهوني في المقابل تي بي مازيمبي عبر عناوية الهجومية منذ البداية وضغط في أكثر من مرة على خط دفاع الترجي وخاصة من الأطراف وين موجود إيسامان بيكو وأوشايا الشيء اللي أربك دفاع الترجي وبن محمد كادي غلط مرمية في هالفرصة. الترجي يطنف في الدفاع ويعتمد على هجومات المعاكسة وغيلان الشعلالي بمجهود فردي يصوب بكل قوة وقبه هو يتألق في التصد محاولة حركة هجوم الترجي اللي خرج بمناطقه خلفية وهدد مرة أخرى مرمى مازيمبي بهالكرة الثابتة من تنفيذ البليلي واللي مرت محاذية للمرمى بقليل. نسبة امتلاك عالية للكرة المازيمبي وصلت 66% وهو يفسر السيطرة الكلية للفريق الكونغولي اللي تحكم في اللعب وخلق فرص خطيرة كان بطلها إيليا اللي استدم بالحارس معز بجريفية اللي كان في نهاره وفي فورمة كبيرة ومثل صد منيع قدام هجومات مازيمبي وشوط أول ينتهي سلب نتيجة وعرف خلاله الترجي كيفاش يمتص من هيجان تي بي مازيمبي. الشوط الثاني مع بدايته مالونغو ياخذ مكان بوتو تغيير خلق برشا مشاكل دفاع الترجي لكن تقعد العلامة البارزة في اللقاء التصديات الحاسمة والمتميزة البنجريفية اللي أحسن تعويض رامي جريدي وتمكن من الحفاظ على شباكه في أكثر من محاولة تهديف المازيمبي فلا مولونغو ولا ليكونزا ولا موليكات وصلوا تقسيم هالفرص. دوزيام ميتون الشمس و بومي ميتون عاملين كل ستيل المراية يبدأ بوفاء في الشمس يمكن خمسة مرايتات حتى ما تشوف حتى شيء مادام تلعب في الترجي يعطوا مومون لازمك حاضر تعرفش عليها الفرصة وقتاش تجيك سورتو معناتها نحن ثلاثة حراس الترجي الناس الكل معناتها المستويات نتاعها معناتها كيف يلعب بيكس يلعب بغير معناتها ليسونسيال الترجي معناتها في الثنائية صحيحة. الضغط الرهيب من الفريق الكونغولي وحالة الإعياء لملاعبية الترجي في العشرين دقيقة الأخيرة ظروف حطمت على معين الشعباني قيام تغييرات ليعقوب ياخذ مكان الخنيسي ولوكوزا مكان البدري وجويني مكان البليلي. من غير ما نكذب على رواحنا جاء وقت اللي مانيش في الماركي وانا ما عادش نجم الماركي وال معنا انسول شوا هو باش نحافظوا على الاسبقيه نتاع تونس كيما شفتوا سخانه كبيره ضد ادفيرسير اللي مستانس بالاجواء هذيا مستانس بالتيران هذا. والترجي يواصل استبساله دفاعيا ومازيمبي في الوقت البديل كان قريب بالتسجيل لولا العارضه اللي وقفت الى جانب بن شريفيه اللي انهى المباراه بهالتصدي الممتاز لمحاوله بالونغو وهكا الترجي الرياضي يحافظ على اسبقيه الذهاب 1-0 ويتاهل للمره الثامنه للنهائي في رابطه الابطال الافريقيه في تاريخه والسابع في نسخه جديده ويحافظ على سجله الخالي من الهزائم في نسخه 2019 و10 مباريات حقق فيها 7 انتصارات و3 تعادلات حصيله تخلي الترجي عن جداره في نهائي تشامبيونز ليج ومواجهة الوداد البيضاوي في إعادة سيناريو 2011. يقول لي هذا كل ما كانش بالسهل هاكم شفتوا معناتها تعب وسخانة وفواياجات وكيبات معناتها قوية يظهر لي اللي ربحناهم الكل هذا ورينا معناتها اليوم قوة شخصية جوار الترجي ورينا ليسبيرونس غول افريقيا. سيتي بريفي باش يكون ماتش صعيب مع ادفيرسير قوي كيما كي في تيران صعيب في كونديسيون هذوما في السخانة والتيران زاد ارتيفيسيال قلقنا برشا الحمد لله معناها ليسونسيال جينا على الكاليفيكاسيون روحنا بالكاليفيكاسيون تاعنا. يا ربي 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 يا
شاء الله تكون كيما الدومي فينال كيما الكارد فينال. الفينال زاد تكون على روتور نظيفه، لانه مش ما نعاودوش الحكايه بيده ونعاودوا مباراه العوده في تونس تولي فيها مشاكل. ان شاء الله الناس الكل مباراه كره قدم نشرفوا فيها الرايه ونعطيوا صوره جيده لكره القدم الافريقيه. Is she coming in a little sooner? That's all right. That's all right. Is she coming in a little sooner? That's all right. That's all right. I got a dozen red roses and a bottle of wine. I'll be ready anytime. She'll be coming in a little earlier tonight. Well, that's all right. That's all right. شهور ولا أقل ترجي مرة أخرى في النهائي متاع تشامبيونز ليغ، 10 ماتشات بدون هزيمة في الاستاتيستيك مير ديفونس دوزيام مير أتاك، حاجة باهية حاجة تتحسب للستاف تكنيك الكل الجوارات وسي ستاف ميديكال إدارة، الحمد لله هذا كله فضل من عند ربي. وقت اللي تخدم وتتكونسونتر على الخدمة ما تنجم تلقى كان البوزيتيف. ماتش كل صعب، ولكن بالنسبة لي أنا أصعب ماتش اللي تعديناه اليوم في ليتا ديسبري. الأمبيونس متاع استاد ماهيش سهلة بالكل، البريسيون اللي كانت محطوطة، الناس كل تستنى في الترجي باش تكون في الفينال. ماتش اليوم ما تنساش أنه عندك دو جوار يلعبوا فيه اللي هما راجعين من بليسور، خليل شمام ونيس البدري، وصعيب ياسر تعرف الجوار باش يرجع في الريتم نتاعه وفي الكومبيتيسيون باش يكون في التوب نيفو. الحمد لله اليوم معناها سور لو بلون فيزيك على الأقل خلطنا باش نكونوا في الاوبجيكتيف نتاعنا، والحمد لله كنا في المستوى. الحمد لله اليوم نجم ناكد لك الماتش الوحيد اللي ما صاروش فيه تغييرات اثيراريه. ياسين بطبيعته معناها باش يخرج، تدخيل محمد علي اليعقوبي سير لو بلان تكتيك عاوننا برشا. علاش؟ خاطر مازين باليوم في الدوزيام ميتون في لونتام تاع الدوزيام ميتون لي باس نتاعهم الكل كانوا في ظهر لي لاتيرو نتاعنا. خليت يوسف البلالي كوم اتاكون باش يشد لنا شويه الكره ويمشي في لي كونتر رابيد. بالنسبه للجونيور الشانجمون نتاعو انيس بدري شفته سور البلان فيزيك يل تيان بلو، ثم دخول هيثم الجويني اكثر سورتو باش يعاوننا برشا في لي بالاريتي ديفونسيف. اول حاجه أنا من كل قلبي نقول الف مبروك معناها لسي فوزي لو غران فوزي البنزرتي، امبلومون ميريتي معناها الترشح نتاعو للفينال. فرحان برشا اللي هو فرحان معناها باش نتقابلوا. الماتش هذا ماتش بين الوداد والاسبيرانس، دو غران كلوب في الكونتينون افريكان. بالنسبه لي انا يستحقوا الزوز باش يهزوا تيتر. سي اون فينال باش تلعب لي روتور اللي باش يكون بلو معناها كونسونتري اكثر، هو باش يهز تيتر معناها اللي مش يهز تيتر سي با لا فان دو موند بالنسبه للوداد ولا للترجي. ان شاء الله نحن نكونوا معناها الفايزين.